حمى تعزيز القدرات العسكرية تجتاح الغرب من الولايات المتحدة إلى أوروبا. شركة MBDA الأوروبية لصناعة الصواريخ تلقت عددا قياسيا من الطلبات في عام 2023 تحديدا، مقارنة بسيطة تظهر حجم الارتفاع. فقيمة طلبات على شراء الأسلحة التي تلقتها الشركة العام الماضي قدر بعشرة مليارات دولار مقارنة مع 5.1 بعام 2021، وبالتالي هنا نتحدث عن ضعف الطلب على الأسلحة. طبعا قرابة 70% من هذه الطلبات مرتبطة بصواريخ دفاع جوي على غرار، أتحدث هنا عن ميستريل، كام وأستر وغيرها من الصواريخ. بالعودة إلى الولايات المتحدة مجدداً، ثمت استراتيجية أمريكية جديدة لإنتاج الصواريخ، خصوصاً بعد كل النقص الذي حصل بحرب أوكرانيا. لكن هذه المرة مشاهدينا إنتاج الصواريخ هو خارج حدود الولايات المتحدة. لماذا؟ طبعاً هي الإجابة هي حرب أوكرانيا، حيث التطورات تضغط على الجميع هناك. شجاعة الأوكرانيين لا تنفد، إنما نفدت ذخيرتهم. معا لدينا القدرة على تزويد أوكرانيا بما تحتاجه، والآن نحن بحاجة إلى إظهار الإرادة السياسية للقيام بذلك. إذن مع استمرار الحرب العام الثالث، تريد واشنطن شحن موارد لكييف لتعزيز الترسانة العسكرية، وهذا ما قاد واشنطن إلى قاعدة عسكرية أسترالية على مشارف سيدني. تخطط هنا واشنطن لتحويل هذه القاعدة لأول مصنع خارج الولايات المتحدة للمساعدة في صنع الصواريخ، أتحدث هنا عن الصواريخ الموجهة GMLRS.